حول هذه الأوضاع المتردية معي من رام الله مراسلنا فراس لطفي. فراس، انتهاكات كبيرة للجانب الإسرائيلي هناك في جنين تحديدا، ما طبيعته؟ إلى أين يتجه أيضا؟ نعم، قبل ساعة تقريبا ماجد، كان هناك تحركات مريبة للجيش الإسرائيلي. ظن المواطنون بأنه انسحاب لهذه القوات لتعيد انتشارها مرة أخرى في مناطق مختلفة من مخيم جنين ومن مدينة جنين التي باتت الأوضاع فيها الإنسانية صعبة جدا، حتى أن هناك عائلات لا تجد خبزا لتأكله بسبب الحصار وبسبب إغلاق الأفران والمخابز هناك، وأيضا بسبب حصار الجيش الإسرائيلي للمشافي التي لجأ إليها الناس ومرافقين المرضى الذين أصبحوا محاصرين بفعل القوات الإسرائيلية التي حاصرت المستشفيات الثلاثة في هذه المحافظة التي بدأت تتوسع فيها عمليات انتشار الجيش الإسرائيلي، وطالت بلدات وقرى محيطة. الجيش الإسرائيلي دخل بأكثر من 140 آلية تتقدمها جرافات عملاقة باشرت بتجريف الطرق والشوارع والمحال التجارية في بعض الأحياء بحثا عن عبوات ناسفة. سمع أصوات اشتباكات وأصوات انفجارات نتيجة لتصدي الشبان بالعبوات الناسفة للقوى العسكرية المتقدمة داخل جنين اليوم الثالث على التوالي. حتى الآن وصل عدد من قتلوا 12 فلسطينيا، آخرهم فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما قتل برصاص الجيش الإسرائيلي، إلى جانب جرح العشرات والمئات من الشبان تم اعتقالهم ونقلهم إلى مراكز للتحقيق في محيط محافظة جنين. هذه المعسكرات للجيش الإسرائيلي أفرج عن بعضهم، تم التحفظ على البعض الآخر، ولكن من خرجوا تحدثوا عن الطريقة المذلة والمهينة ونزع الملابس لهم خلال عملية التحقيق والاستجواب، إلى جانب احتلال القوات الإسرائيلية لبعض المنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية. ماجد، كان هناك سياسيا القول من الجانب الفلسطيني وعلى لسان وزارة الخارجية الفلسطينية بأن بنيامين نتنياهو يمارس اغتيالا سياسيا لفكرة حل الدولتين التي أراد تدميرها، والآن يسير في هذه الخطة وهذا المخطط، وقال بأن هناك نوايا إسرائيلية باتت واضحة بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية جغرافيا والتفرد بكليهما كل على حدة بعد يعني خلق حالة من الفوضى الأمنية وتقويض السيادة والنظام الفلسطيني في الضفة الغربية بعد هذه الهجمات المستمرة في المدن والمراكز المدن والمخيمات والبلدات. وبالتالي هذه البيئة المواتية التي ينظر إليها بنيامين نتنياهو بأنها أرض خصبة لتنفيذ مخططات من خلفها المستوطنين وأصوات المستوطنون، ومن بينهم بن غفير وسموتريتش اللذان يريدان حسم الوجود الفلسطيني إما بالتهجير أو بقبول الاحتلال وبقبول القلة القليلة من الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون في الضفة الغربية. من رام الله مراسلنا فراس لطفي، شكرا لك فراس.